يعاني الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة من ضعف وتراجع في مختلف مجالاته نتيجة الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال منذ أكثر من 8 سنوات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. خلال سنوات حصارها لقطاع غزة، تتلاعب إسرائيل بالمؤشرات الاقتصادية من خلال تدميرها لأعمدة الاقتصاد الأساسية كقطاع الإنشاءات والصناعة والتجارة، ليعود القطاع أعواماً لأدنى المستويات الاقتصادية في العالم بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل والتي تدنت حتى عكست البؤس على وجوه ساكنيه. الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006 إضافة إلى 3 حروب متوالية أرهقت الوضع الاقتصادي، أرهقت القطاع العام والقطاع الخاص أيضا، وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة لتصل الآن إلى 44%، والفقر المدقع ما يقارب 65%. هناك 80% من سكان قطاع غزة يعتمدوا على المساعدات من المؤسسات الدولية التي تقدم لهم كسلع غذائية وغيرها. في ظل الحصار المطبق الذي تطبقه إسرائيل، وفي ظل إغلاق المعابر، وفي ظل اعتبار قطاع غزة إقليما معاديا، فنجد أن إسرائيل تمتنع عن توريد احتياجات قطاع غزة. أزمات القطاع الاقتصادية تزايدت مع أزمة في توفر العملات الأساسية، تبعها منع إسرائيلي لاستيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع، وشح في مواد البناء اللازمة لعملية الإعمار، وصل حد التوقف عن إدخال الإسمنت إلى غزة، شح مواد أساسية في السوق أدى إلى ارتفاع أثمان المتوفر منها، ما يستنزف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين ما عادوا يبحثون إلا على ما اضطروا إليه. القوة الشرائية في قطاع غزة هنا ضعيفة جدا، لن نستطيع القول بأن الأسعار في يد المواطنين أم لا، بل نستطيع القول بأن الدخل للمواطن الفلسطيني محدود جدا، ليس لديه القدرة على شراء ما يرغب. عابر مسكرة، لا في بضاعة بتدخل، الأنفاق سكرت، بطلت تمرق البضاعة من الأنفاق، كان السبب الرئيسي اللي كان في رخص الأسعار هنا كانت متناول الجميع اللي الأنفاق. لما سكرت الأنفاق طبعا فيش معابر، إيرز بتمرقش، معبر رفح بمرقش. إخراج القطاع وسكانه من أزماتهم الاقتصادية وبقدر إلحاحه أصبح صعبا للغاية، فهنا التاجر ضحية والمواطن ضحية، وحتى صاحب السلطة القابعة تحت براثن الاحتلال ضحية، ليبقى الأهالي بلا مال ولا أعمال. لا يعنيهم من تصاعد وهبوط المؤشرات الاقتصادية إلا المراقبة بأمل، فيما لا تسعف حياتهم إلا المساعدات التي تقدم لهم من الجهات المحلية والدولية على اختلافها. نزيف يومي يعانيه أهالي القطاع أصابهم به احتلال لا يعرف الرحمة، تكفل بأن يحرمهم طعم الحياة. منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين.